أعزائي الطلاب، مساء الخير. كيف الأحوال؟ طمنا عنكم، إن شاء الله أموركم بخير. هلا قبل ما ننسى، نحن اليوم 16 شهر، اليوم 16 شهر، مساء النور يا نور. هذا اليوم 16 شهر، حقيقة مساء الخير سارة، مساء الخير للجميع. المحاضرة القادمة هي 23 شهر، الأربعاء القادم بيكون 23 الشهر، مساء الأربعاء القادم بيكون 23 الشهر. طبعا وظيفتنا ب 28 شهر. احنا قلنا الوظيفة كم؟ قلنا طالب بيحلوها اثنين او ثلاثة، ما قلنا ثلاثة، يعني ثلاثة اثنين ثلاثة او ما هيك ثلاثة، اذا اثنين ما في مشكلة، ثلاثة يعني واحد ما في داعي واحد، واربعة يعني واحد ما في داعي واحد، ثلاثة واربعة كثير، لا لذلك يعني ثلاثة، خلينا نقول ثلاثة مثل ما كتبنا. هلا الوظيفة حقيقة اذا بتبلش فيها الاربعاء القادم بتحلها، ما في مشكلة، لانه هي حلها يعني حلها يعني ساعتين، ما اكثر من هيك، ساعتين 3 ساعات حلها، كتر ساعتين يعني، اذا بتخلوها ثلاثه يعني بفضل اكثر من ساعتين مستحيل تضلوا لها يعني. لذلك نحن بدنا مضطرين لمحاضره اضافيه مشان نخلص فيها الاصول غير المتداوله اللي ناخذها، بدنا ناخذ السبت، يعني السبت اذا بدكم هيك تحملونا شوي، لانه أربعة، لا أربعة كثير لو سمحتوا، أربعة من بيقول لي أربعة؟ أربعة اللي كاتب لي أربعة كثير يا توني، توني رجاء قسموا حالكم اثنين باثنين، يعني أنا بفضل اثنين باثنين ولا يكونوا أربعة، أربعة أربعة كثير، أربعة كثير رجاء، يعني أربعة أنتوا عددكم قليل وتعملوا أربعة وظيفة، لا أنا برأيي يا ثلاثة يا اثنين، إذا ما فيكم ثلاثة تقسموا بعضكم اثنين باثنين رجاء رجاء. هلا المحاضرة حناخذها السبت، واضح يا عبد الحكيم؟ يعني ما تقول لي لا اتفقتوا أربعة، بتعملوا اثنين مع اثنين، يعني كل اثنين بيشتركوا بوظيفة لو سمحتوا، أربعة مستحيل ما أنا مقبولة. هلا لأنه الوظيفة ما بتستحمل أربعة، الوظيفة صغيرة يعني، ما أنا هالوظيفة الضخمة حتى أقول اشتركوا أربعة طلاب فيها، ما أنا مشروع تخرج. هلا نحن السبت عندنا محاضرة تعويضية الساعة 8، السبت عندنا محاضرة تعويضية الساعة 8، يعني بتمنى الكل يشترك فيها، وأنا على فكرة بجميع الأحوال بحاول أبعت لكم إيميل، بحاول أبعت لكم إيميل. السبت بدنا ناخذ على الأصول غير المتداولة محاضرة بحيث تساعدكم المحاضرة، بحيث إن بإذن الله إن شاء الله تساعدكم المحاضرة أنكم تقدروا تحلوا المسألة الأولى. والمسألة الثانية ضل عندي بس فقط فيها جزء بس جزء عنوان بسيط، هو أوراق القبض. اوراق القبض ناخذ الاربعاء القادم، ناخذ الاربعاء القادم بس الشكل هذا بيكون صار معك انت المساله الاولى والثانيه، صرت تعرف بقى تحلها تماما. الساعه 8 نفس الوقت، نفس الوقت يا محمد، الساعه 8 لانه الساعه 6 عندي محاضره عشان دي اخرى تعويضيه، لذلك الساعه 8 ما في محاضره، الساعه 8 ما في محاضره. هلا انا الساعة 6 عندي محاضرة، اذا شو واحد منكم ما قدر يحضر الساعة 8 في يحضر الساعة 6 بامكانه يحضر الساعة 6، بس بتمنى يعني قدر الامكان نلتزم بمحاضرتكم. واللي عنده محاضرة بشغلة ثانية انا برايي في يغيب عنا ويحضر معي، ليش؟ لانه هذه محاسبة ووظيفة وهي محاضرة، يعني انا غبت بشغلة ثانية محاضرة ما أنا مشكلة، يعني فيني انا احضر المحاضره هذه حتى تابع عشان اقدر احل المسائل الاولى، كانوا هي مره بالفصل كله، ما انا مشكله. هذه نقطه، واضحين يا طلاب؟ بتمنى رجاء الكل يحضر، انا مشانكم انتم، يعني انا مو فقاني معي، كان فيني اترك الامور تمشي مثل ما هي، ولكن لا انا بحاول اعطيكم محاضره تعويضيه مشان نحن نقدر نحل المسألة الوظيفي، عفوا نحل الوظيفي بكل سلاسة، ما يكون عندنا أي مشكلة فيها. هاس نقدر نحل الوظيفي من دون ما يكون عندنا أي مشكلة فيها. تمام؟ في أي سؤال لحد الآن؟ هلا
نحن اليوم اليوم هي المحاضرة التامة، اليوم هي المحاضرة حقيقة التامة. السنة سمحونا بلقاءين، يعني حنعطيكم 14 محاضرة بإذن الله. بإذن الله. هلا أنا استراتيجيتي إنه اليوم الثامنة، يعني صار 4 محاضرات وتخلص، يعني رح أحاول على المحاضرة 12 إني أخلص المطلوب. المحاضرة 13 حنعملها مراجعة، كل واحد عنده شيء ما فهمانه بنسمع عليكم أي فقرة مالكم فهمانين بنرجع نشرحها مع بعضنا. هذه المحاضرة 13. المحاضرة 14، المحاضرة 14 حتكون مثل كأنه احنا بامتحان، حنطرح أسئلة ونجاوب عليها، اعتبر حالنا بامتحان، أعطيكم أسئلة ونجاوب عليها، مش حاسس إنك أنت تدخل على الامتحان وأنك بقى مستغرب كيف بتجيك الأسئلة وكيف بتكون، تعتبر يعني بنعتبر حالنا احنا الأجواء الامتحانية ونصير نحكي أسئلة، نحكي نطرح بعض الأسئلة ونجاوب عليها مع بعضنا. أنا هيك سني راسم الاستراتيجية، شو رأيك فيها؟ عبد الحكيم يخلي ممتازة. اوكي مرة تمام. الكل بعتقد الكل، لا هاي الاستراتيجية لاقت استحسان عند الكل، عند الكل بعتقد. يعني انا باذن الله ما حيجي الامتحان الا كلكم مجهزين كلكم للنجاح. يعني بعتقد انا يعني اللي بيحضر عندي لازم تكون نتيجته ناجح اقل ما يمكن. اهلا مساء النور يا اسماء. يعني انا بعتقد اللي ما يحضر مستحيل يفهم. اذا انت عم تحضر وعم تسمع وعم تفهم وعم تسال، ليش لا تفهم؟ يعني اقل شيء لازم تكون علامتك علامه النجاح، هذا اقل شيء، وهذا اذا ما كنت من المتفوقين كمان. واضح الطلاب؟ يعني انت عم تحضر باذن الله انت من الناجحين طالما عم تحضر وعم تسمع وعم تفهم. ما في مبرر انك تنسوا اصلا. ليش بدك ترسب اذا عم تحضر وتفهم؟ اوكي ان شاء الله ان شاء الله. طيب هلا بنتابع. حكينا الاسبوع الماضي عن تسويات الجردين المدينين، شفنا كيف بيثبتوا الديون المعدومه، شفنا كيف بيثبتوا الديون المعدومه وكيف بيشكلوا مخصص ديون مشكوك فيه. قلنا نحن عند وقوع الدين المعدوم، الدين المعدوم هو خسارة، الدين المعدوم هو شو؟ هو خسارة، وقت اللي بدي اثبته انا، او هو مصروف عفوا، هو مصروف. وقت اللي بدي اثبته بثبته بقوة من حساب مصروف الديون المعدومة، إذا من حساب مصروف الديون المعدومة إلى حساب المدينين. إذا من حساب مصروف الديون المعدومة إلى حساب المدينين، هيدا بكون ثبت مصروف الديون المعدومة لحظة. شو قاتلنا بس لنشوف إذا بتريدوا إسراء. والله يا دكتور اذا كنت كثير عم احضر عندك بسوي هيك الوزير. والله كثير انا مزعوج مشانك يعني يا اسراء. يعني انا ما بعرف الوضع هيك كيف بدك تخليه. شوفي انت، شوفي فيك تسميها لحالك بتغيبي عنا، بدها حضور بحضرها. يعني موضوع ما له سهل. اليوم معك، بتمنى يا اسراء، بتمنى السبت تكوني معنا، بتمنى السبت الساعة 8 تكوني معنا يا اسراء، لأنه محاضرة مهمة كثير السبت الساعة 8 إذا سيدي، عشان تعرف تحل المسألة الأولى بالوظيفة. واضح يا اسراء؟ أنا مشانكم. مساء النور يا رغد، مساء النور. ولا يهمك يا اسراء، لا شكر على واجب، ولا يهمك. أنتم غاليين علينا ونحن واجبنا نشرح لكم وناخذ فيدكم حتى نوصلكم عبر الامان. شكرا شكرا شكرا. هلا نحن قلنا انا وقت بدين الشركه عندها، بيكون بعض الشركات عندها سياسه ائتمان، في ناس بتدين وناس ما بتدين. الشركات اللي بتدين معناتها بتبيع بضاعه بتدين للزبائن. مجرد انا ما دينت، مجرد انا، شكرا يا محمد، شكرا شكرا. انا مجرد ما ديانت بضاعة بدي احط باعتباري انه احتمال انا جزء منها بقدر احصله. هي هيك الحياة، انه انا مجرد ما ديانت انه احتمال وارد انه بعض الديون بقدر احصلها. الديون انا ما بقدر احصلها
اسمها بالمحاسب، العلم المحاسب اسمها ديون معدومة، يعني خلاص انعدمت الامل فيها راحت. يعني اذا انا الي مثلا مع زبون 100,000 وفي 10,000 ما اعطاني اياها، قديش بده يعطيني؟ 90. وال 10,000 ديون معدومه، اذا انا لازم نقص حسابه من 100 على 90، هو مدين حتى نقصه خليه دائن. شو بكتب؟ من حساب مصروف ديون معدومه الى حساب المدينه. شرح القيد، شرح القيد اثبات الديون المعدومه. اذا شرح القيد اثبات الديون المعدومه. طيب الدين المعدوم مجرد ما وقع انا بدي اقفله. اذا انا مجرد ما وقع الدين المعدوم بدي اقفله. طلع انا اذا عندي مخصص ديون مشكوك فيها مشكل او رحل مدور عفوا من العام الماضي، بستعمل هذا المخصص لاقفال الدين المعدوم. بدي استعمل هذا المخصص لاقفال الدين المعدوم. المخصص شو طريقته؟ دائن. بدي اقفل فيه الديون خليه مدين، وخلي وخلي الديون المعدومه هي مدينه خليها دائنه. شو بيصير القيد؟ من حساب مخصص ديون مشكوك فيها الى حساب ديون المعدومه. بالحاله هذه بكون انا خفضت المخصص بمقدار الديون المعدومه، وبكون قفلت الديون المعدومه مع البقاء كانها لم تكن، هي مدينه صارت دائنه كانها لم تكن. طيب وبرجع انا طلع قايل لك انا هون فيني انا اذا حابب مر بالديون المعدومه نهائيا، يعني انا ما اسكو، يعني ما وسط حساب الديون المعدومه. كيف يعني؟ يعني مجرد ما وقع الدين المعدوم قول مباشره من حساب المخصص الى حساب المدينه، يعني من حساب مخصص ديون مشكوك فيها الى حساب المدينه. ليش؟ لانه الديون المعدومه شايفينها انتم، مره مدينه مره دائنه، يعني هي حساب وسيط كانها لم تكن، مرة مدينة ومرة شو؟ دائنة. وصح الكلام؟ واضح؟ ما انا واضحة الفكرة هذه؟ انا قايل لك القيد الثاني، إذا حابب ما حط الديون المعدومة، مباشرة بستعمل المخصص. هو من حساب المخصص إلى حساب المدينة، يعني هالنقص اللي صار في المدينين بنلغي طيته من المخصص، خلص، خالصي. يعني مو مثل ما بدك، ما انا مشكله، فيك توسط حساب الديون المعدومه وتبدا تقفلها بالمخصص، وفيك ما توسط حساب الديون المعدومه تقفلها مباشره بالمخصص، هذه اللي وقعت خلال العام. طيب. هلا وفي جميع الاحوال، انتبه. وفي جميع الاحوال يمكن تلخيص المعالجه المحاسبيه للديون المعدومه ومخصص ديون مشكوك فيها كما يلي. شو هي؟ شو قيد المعالج المحاسبي؟ اولا نسبه الديون المعدومه، اذا نسبه الديون المعدومه بتاريخ الجلد. اذا اولا نسبه الديون المعدومه بتاريخ الجلد، ويكون القيد شو هو القيد؟ من حساب الديون المعدومه الى حساب المدينين. شو هو القيد؟ من حساب الديون المعدومه الى حساب شو؟ المدينين. هون اثبات الديون المعدومه، اثبتها. بعد منا بدي قارن، بعد اثبتها خلاص انا اثبتها. طيب. بدي اشوف مو بدي اقفلها. انا عندي حالتين، يا اما ما عندي مخصص مدور من العام الماضي، او عندي. اول شيء بدي اخذ حاله انه ما عندي مخصص مدور من العام الماضي ووقع عندي دين معدوم واثبته، بعدين بدي اقفله. هو بدي اقفله ملخص الدخل، ما بقى عندي حل اقفله الا وين؟ الا ملخص الدخل. شو بيكون القيد؟ قيد مساب ملخص الدخل الى حساب مصروف الديون المعدومه، وشرح القيد اقفال الديون المعدومه او اقفال مصروف الديون المعدومه. صافي هذا الشيء. طيب بس لحظه نشوف شو كاتب لنا. والله راح المعد بقى، لحظه نشوف ما بقى. هو مبلغ الدين المعدوم فقط مو لكن يا رابا، هون مبلغ فقط مبلغ الديون المعدومه لكن. تمام؟ ها. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية انه يكون عندي مخصص. أنا عندي حالتين، يا أما عندي مخصص أو ما عندي مخصص. أنا راح آخذ الحالة الثانية انه أنا ما عندي، عفوا عندي مخصص. بالحالة هذه بحالة وجود المخصص أنا عندي ثلاث احتمالات. إذا بالحالة هذه كم عندي احتمال؟ عندي ثلاث احتمالات. شو هي الاحتمالات؟ أول شيء إنه المخصص بيسوي الدين المعدوم. إذا أنا عدمت الدين ب 10,000 ليرة،
والمخصص. برافو 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 يا طارق، اقل او يساوي اكبر، برافو لك. هلا ناخذ اللي يساوي المخصص، يساوي ديون معدومه، بالحاله شو بيشتغل؟ بيستعمل المخصص لاقفال الدين المعدوم. انا عندي ديون معدومه على سبيل المثال 10,000 ليره، وعندي مخصص 10,000 ليره، قول من حساب مخصص ديون مشكوك فيها الى حساب الديون المعدومه 10,000 ليره خالصه. حلينا مشكلتها، لا من شاف لا من دري. طيب حلينا مشكلة السنة هذه، أنا بس عندي سنة قادمة بدي احتط لها من هلا. السنة القادمة بشوف شو بدي شكل له مخصص السنة القادمة وشكله. لا مشكل المخصص بشكله رسمي مئوي من رصيد المدينين، قديش عندي مدينين وقديش بدي نزلي منه، وبشكل محسوب المبلغ وبشكل المخصص. المخصص دائم تقول من حساب مصروف ديون مشكوك فيها إلى حساب مخصص ديون مشكوك فيها، ومن حساب ملخص دخل الى حساب مصروف ديون مشكوك فيها، او فيني تكتبه في قيد مباشر من حساب ملخص دخل الى حساب مخصص ديون مشكوك فيها. بالحاله كون انا اشكلت المخصص بيكون داين. اذا مثل ما انكم ملاحظين المخصص شو المخصص طلع فيه، انا وقت بكتب من حساب ملخص دخل الى حساب مخصص ديون مشكوك فيها، شو هو المخصص؟ هو اقتطاع جزء من ارباح العام الحالي لمواجهة خسارة قد تقع في المستقبل. شو هي الخسارة اللي بتوقع في المستقبل؟ هي الديون المعدومة. من الاقتطاع فعلا اقتطاع من الأرباح العام الحالي. شو الدليل على ذلك؟ اني جعلت ملخص الدخل المدين. انا وقت اللي بجعل ملخص الدخل المدين معناته بكون ماشيين من الأرباح مبلغ حطه على جنب حكما، ووقت اللي بجعل ملخص الدخل دائم بكون مزيد الأرباح. واضح الكلام؟ هذا كلام لازم تعرفوه. مجرد ما قلت من حساب ملخص دخل معناتها انا عم شيل من الربح، معناتها هذا بيخفض الربح. شلت من الربح مبلغ وحطيته وين؟ مخصص الديون المشكوك. تمام. هلا الحالة الثانية انه رصيد مخصص ديون مشكوك فيها مدور اصغر من رصيد ديون معدومة. رصيد مخصص الديون المشكوك فيها اصغر. مثلا بعطيك مثال. إذا أنا عندي ديون معدومة 10,000 أثبتها، طلعت على المخصص لقيته 8، برافو عليك يا سارة. سارة برافو عليك، برافو عليك. تمام يا سارة، أنا عندي 10,000 وعندي مخصص 8,000. طيب المخصص ما بدي أغطيها كلها، ضل لي 2000، منين بدي؟ ما بدي أقفلهم ملخص الدخل. طيب صار عندي حسابين في الطرف البديل، شو بدي بقى؟ مين مذكورين؟ لا مو هاني اسراء، ما بدي رمم هوني، لا لا يا اسراء، هاني مش من الترميم، لا. هوني انا عندي مخصص 8,000 ما بتكفي لي اقفل الديون المعدومه، بستعمل معه مين؟ الملخص. لذلك شو بقول؟ قول مين مذكورين؟ مخصص 8,000 ملخص الدخل 2000 الى حساب ديون معدومه. الى حساب ديون معدومة قديش؟ 10,000 ليرة. الى حساب ديون معدومة قديش؟ 10,000 ليرة. هون اقفال الدين المعدوم بالمخصص وملخص الدخل. طبعا بعدين بشوف شو بدي العام القادم، مثل ما شفت هلا بالمثال السابق كيف بدي شكل مخصص العام القادم. وفي كل الاحوال لاحقا حناخذ مثال تطبيقي لنشوف كيف بيشكل مخصص للعام القادم. الاحتمال الثالث انه المخصص اكبر. بالحال افترض انا عندي الديون المعدومه 10,000 والمخصص قديش؟ افترض 12,000. بالحاله هذه المخصص يكفي لاقفال الدين المعدوم. المخصص يكفي شو؟ لإقفال الدين المعدوم. المخصص دائم خليه مدين، قول 10,000 من حساب مخصص ديون مشكوك فيها 10,000 إلى حساب الديون المعدومة، خلت الدين المعدوم، المخصص كان فيه 12، شلت منه 10، بقي فيه 2000. طيب هون قديش بقي بالمخصص؟ بقي 2000، تبع معي. هون بدي بقى أنا شوف شو بدي للعام القادم مخصص. طيب انا كم عندي بقى هون احتمال؟ عندي هون اربع احتمالات. هون بالحاله هيدي عندي اربع احتمالات. شو هن الاربعه؟ اول احتمال منهم انه كل العام القادم ما بدي مخصص بالمره،
فالحالة هذه الألسان اللي غلبقت بالعمل بنهاية العام برجع إلى ملخص الدخل لعدم الحاجة إليها. قول 2000 من حساب مخصص اليوم مشكوك فيها، 2000 إلى حساب ملخص الدخل. حلو. الاحتمال الثاني يكون بدي مخصص للعام القادم ولكن أقل من المخصص الموجود، يعني يكون أنا معي 2000 ليرة زايدة بس للعام القادم ما بدي غير 1000. شو بشتغل؟ الألفان اللي معي ما بدي اياها كلها، بنقص 1000، المخصص دائم ب 2000، خليه شو؟ خليه مدين ب 1000. شو بقول؟ من حساب مخصص ديون مشكوك فيها إلى حساب ملخص دخل 1000، بكون نقصته 1000، هو في 2000، بكون ضل في 1000. تمام؟ تمام الحكي؟ تمام تمام كويس. خليني اياكم الحالة الثالثة، انه انا معي 2000 ليرة فائض وطلع بالصدفة انه العام القادم بدي 2000، بقول الحمد لله الامور تمام، انا معي 2000 والعام القادم بدي 2000، ما بسجل ولا اي قيد، بقول الحمد لله وخلص بدي 2000 ومعي 2000 وخلصت، بس بظروف الميزانية. الحالة الرابعة انه انا معي 2000، معي 2000 وبدي للعام القادم 5، وهوني شو بدي اشتغل؟ هوني بدي رممه مثل ما قال زميلته قبل شوي، هون بدي رممه انه انا ما في داعي اشكل المخصص، المخصص مشكل هو في 2000 ولكن ما بكفي، شو بدي احط له؟ 3. هو المخصص دائم، حتى زيده شو خلي دائم، شو بده يتحمل حتى نزيده؟ بيتحمل مصروف ب 3000 ليرة. شو بيكون القيد؟ 3000 من حساب مصروف ديون مشكوك فيها، 3000 إلى حساب مخصص ديون مشكوك فيها، بعدين 3000 من حساب ملخص دخل، 3000 إلى حساب مصروف ديون مشكوك فيها. بالحالة هذه بيظهر عندي 3000 مصروف ديون مشكوك فيها في قاعدة الدخل ضمن المصاريف الإدارية والمالية واللي هي جزء من المصاريف التشغيلية، والمخصص كان فيه 2000 صاروا دخلوا 3 صار 5000، قضيته دائمة لازم يظهر بالالتزامات المتداولة بالميزانية، ولكن أنا ما بدي إياه هون، بدي أنقله على الطرف المدين. إذا نقلته على الطرف المدين شو بغير؟ بغير إشارته، بصير سالب. ليش؟ بس بالحالة حتى حطه جنب المدينين، تحطه جنب المدينين بإشارة سالبة يطرحه من المدينين في الأصول بالأصول المتداولة. واضح الكلام؟ أنا بصراحة أكثر من هيك شرح ما عاد فيني بصراحة، بقى أتمنى تكونوا فهمتوا. تمام تمام هلا قال لي شرحته، تعالوا حتى نشوفهم. وقت اللي بده يكون عندي انا رصيد المخصص اكبر من الديون المعدومه، مثلا انا كان عندي 12000 الدين المعدومه 10000، قفلت المخصص بالديون المعدومه ضل في 2000 ليره. قايل لك ثم نقارن فائض المخصص المدور مع المخصص المطلوب تشكيله للعام القادم، فنجد كم حاله. قلنا نجد اربع حالات مثل ما شفتوا هلا، اربع حالات. الف، يعني نشوف الف وبي وجيم ودال. الف، ان هناك فائض مخصص ولا يراد تشكيل مخصص للعام القادم. هون بالحالة هذه نقفل فائض المخصص اللي هو 2000 ليرة في حساب ملخص الدخل لعدم الحاجة إليه في السنة القادمة. بيكون القيد المحاسبي على الشكل التالي: من حساب مخصص ديون مشكوك فيها إلى حساب ملخص الدخل. إذا من حساب مخصص ديون مشكوك فيها إلى حساب ملخص الدخل. يعني شرح القيد: إعادة فائض مخصص ديون مشكوك فيها إلى ملخص الدخل لعدم الحاجة إليه. إعادة فائض مخصص لعدم أو إعادة نعم إعادة فائض مخصص لعدم الحاجة إليه. التاريخ 31/12، تاريخ 1/2 من نهاية العام 31/12. أوكي يا رما. هلا فائض المخصص يساوي المخصص المراد تشكيله للعام القادم، يعني انا معي فائض مخصص 2000 وفي الصف العام القادم بدي 2000، هنا لا داعي في هذه الحاله لاي قيد، ما بيشكل اي قيد، خلاص enough.
جيم فائض المخصص اصغر من المخصص لمراعاة تشكيله. يعني انا عندي فائض مخصص 2000 وبدي مخصص العام القادم 5000 مثل ما قلنا قبل شوي. شو بشتغل؟ بنزيده بنزيده او بنرممه بالفرق 3000. بنقول 3000 من حساب مخصص ديون مشكوك فيها، 3000 الى حساب مخصص ديون مشكوك فيه. اذا 3000 من حساب مصروف ديون مشكوك فيها، 3000 الى حساب مخصص ديون مشكوك فيها. بعدين من 3000 من حساب ملخص دخل، 3000 الى حساب مصروف ديون مشكوك فيها. 3000 من حساب ملخص دخل، 3000 الى حساب مصروف ديون مشكوك فيها. شرح القيد الاول زياده مخصص، الثاني اقفال مصروف الديون المشكوك فيها. القيد الثاني شرحه اقفال مصروف الديون المشكوك فيها. فائض المخصص المراد تشكيله 4 للعام القادم، اذا فائض المخصص اكبر من المخصص المراد تشكيله للعام القادم. يعني انا عندي فائض مثل ما قلنا قبل شوي، عندي فائض مخصص 2000 والعام القادم ما بدي اياها غير ب 1000. انا 2000 ما بيلزموني، بدي منهم بس 1000. اذا انا لازم خفضوا 1000، وال1000 بدي خفضوا فيها لو بدي مرتين، بدي ارجع على وين؟ بدي ارجع على ملخص الدخل لمحل ما جبتها. المخصص دائن حتى خفضه بخليه مدين. بكتب من حساب مخصص ديون مشكوك فيها الى حساب ملخص الدخل. شرح الخير اعاده فائض المخصص الى حساب ملخص الدخل. يعني اعاده فائض في قديش الفائض في 1000 يعني. اذا انا هو في 2000 بدي 1000، اذا الفائض في هو 1000 يعني. بس ملاحظه انتبه لي، هذه ملاحظه كثير كثير مهمه. المخصص وقت نرجعه كله، وقت نرجع كامل المخصص او نرجع جزء منه الى ملخص الدخل لعدم الحاجه اليه، هذا يعتبر ايراد. مثلا هون رجعت قديش؟ رجعت 1000 ليره. وفي الحالة قبل بشوي رجعت 2000 ليرة لعدم الحاجة إليهم. هذا اللي برجعه من المخصص على ملخص الدخل هذا إيراد، ولكن هذا إيراد غير عادي. هذا شو؟ هذا إيراد غير عادي. عادي ليش إيراد غير عادي؟ لأنه ما له ناتج من نشاط الشركة التشغيلي. ليش؟ لأنه ما له ناتج من نشاط الشركة التشغيلي. لأنه يعني الشركة شو نشاطها؟ تشتري بضاعة وتعيد بيعها. أما هذا الايراد، هذا ايراد غير عادي، لذلك بنحطه بقائمة الدخل ضمن ايرادات اخرى. وين بنحط بقائمة الدخل؟ بنحط بقائمة الدخل ضمن ايرادات اخرى. كل ايراد تحصل عليه الشركة من غير ارادة الذي انشئت من اجله، مثلا مثل ربح بيع آلي، ربح بيع بضاعة، ربح اوراق مالية، ربح الاسهم. واضح الكلام؟ الفائدة على القرض، اذا هي الشركة اعطت قرض، إذا الشركة أجرت بناء أخذت إيجار. هودي كلهم، وكمان الفائض المخصص، هدول كلهم إيرادات غير عادية. ليش؟ لأنه مو نشاط الشركة، الشركة شو نشاطها؟ تشتري بيع بضاعة. كل إيراد بيجي غير المبيع غير هذا شو يكون؟ بيكون إيرادات أخرى. تمام؟ في أي سؤال لحد الآن؟ هلا يعني انا بصراحه بعد الشرح النظري اشتقت لمثال عملي. يعني انا ما برتاح حقيقه، ما برتاح الا بالمثال العملي. بحس انا دائما بحس الطالب كتر النظري هيك بزعجه، لذلك وقت بيكون في عملي بيرتاح المدرس بيرتاح الطالب، بصير تمرير الفكره كثير 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 الفكره بتكون تمريرها كثير سهل. لذلك انا شعرت شعوركم وبتقولوا هلا كلكم بقلبكم يا الله بقي جينا مثال عملي حتى نفهم بقى الافكار نطبقها. يلا هاي المثال العملي ايش بوقته. طيب هلا بيقول لي بفرض انه بتاريخ 31/12/2018، بفرض انه بتاريخ 31/12/2018 يعني اخر يوم 2018، ايه شو صار؟ كان الرصيد الدفتري للمدينين او للزبائن كان رصيدهم مبلغ 10 مليون. شو يعني 10 مليون؟ يعني باللحظة هذه كان الشركة إلى دين مع الناس 10 مليون ريال. حلو. ونتيجة الجرد الجاري بنفس التاريخ أعدم دين بمبلغ 500 ألف. يا لطيف. الشركة أكيد جا على راسها إنه عدمت 500 ألف من 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 10 مليون. بيصير صحيح كثير بس وارد.
لإفلاس أحد المدينة، ويراد تشكيل مخصص ديون مشكوك فيها للعام القادم يعني العام 2019 بمعدل 2% منه لمن عائدي على رصيد المدينة. حلو. تكون المعالج المحاسبي، ترى هلا بتشتغل، شو تكون المعالج المحاسبي في تاريخ 31/12/2018؟ مع العلم مثل ما انكم ملاحظين، ما عندنا رصيد مدور لمخصص ديون المشكوك فيها. مثل ما انكم شايفين، ما عندي مخصص ديون مشكوك فيها. لذلك اول خطوه بشتغلها بثبت الديون المعدومه. شو بثبت؟ بثبت الديون المعدومه. قيد اثبات الديون المعدومه من حساب الديون المعدومه الى حساب مخصص، عفوا، من حساب الديون المعدومه الى حساب المدينه. اذا من حساب مصروف الديون طبعا نحن دائما الاصح نقول مصروف الديون المعدومه، لانه الدين المعدوم هو المصروف. اذا من حساب مصروف الديون المعدومه الى حساب المدينه. بالحاله هذه بكون انا اثبتت الديون المعدومه، اثبتت مبلغ قديش؟ اثبتت مبلغ 500,000، والمدينين جعلته دائنين 500,000، اذا نقصته 500,000 صار رصيده 9,500,000. الديون المعدومه بدي اقفلها، ما عندي مخصص، لذلك ما قدامي حل اقفلها الا وين؟ الا ضمن ملخص الدخل. ما عندي حل اقفلها وين؟ الا وين؟ الا ملخص الدخل. الديون المعدومه مديني بدي اقفلها، شو بخليها دائن؟ قول من حساب ملخص الدخل الى حساب الديون المعدومه قديش؟ 500,000. صار. طيب هذه حلت مشكلة العام هذا. وال 500,000 هون بتظهر في قائمة الدخل ضمن المصاريف الإدارية والمالية، اللي هي جزء من المصاريف التشغيلية. ظل عندي رصيد المديني 909,500,000، بدي منه 2% اللي أو 2% منه هي ديون مشكوك فيها. قديش بتطلع قيمتها؟ بضرب 9,500,000 ضرب 2% بيطلع عندي 190,000. اذا بضرب 9,500,000 ضرب 2% بيطلع عندي 190,000. 190,000 هي ديون مشكوك فيها، بدي شكلها مخصص نفس القيمه. بكتب 190,000 من حساب مصروف ديون مشكوك فيها، 190,000 الى حساب مخصص ديون مشكوك فيها. بعدين 190,000 من حساب ملخص الدخل، 190,000 الى حساب مصروف ديون مشكوك فيها. طلع بعد ما شرحنا حتى نشوف، طلع كيف انا ثابت القيود خدامك. انا دائما بتمنى اشرح له على الطالب قبل ما يشوف القيود، مشان يشغل له ذهنه، مشان يخليه هو يفكر ذهنيا، لانه بس يشوف قدامه القيود بيتشتت، بصير يقرا ما عاد بقى يسمع علي. لذلك اول بسمعه الشرح بعدين بخليه يشوف القيود. هيك طريقه انا رأي افضل، وصح؟ طلعوا معي. هلا 500,000 من حساب ديون معدوم الى حساب المدينين، شرح قيد اثبات الدين المعدوم بتاريخ رجالته. بعدين بدي اقفلها ملخص الدخل، من حساب ملخص الدخل الى حساب الديون المعدومه. بعدين من حساب ملخص الدخل الى حساب الديون المعدومه، شرح قيد اقفال الدين المعدوم بتاريخ رجالته. شرح قيد اقفال الدين المعدوم بتاريخ رجالته. طلع الدين اللي تحت بدي شكل المخصص، قديش صار المدينين؟ 10 مليون ناقص 500,000 950، 9,500,000 ضرب 2% بيطلع عندي 190,000. 190,000 هي ديون مشكوك فيها، شكل المخصص نفس قيمتها. بكتب من حساب مصروف الديون المشكوك فيها إلى حساب مخصص الديون المشكوك فيها. أكيد بدوشي هيك يا إسراء، أكيد. بعدين من حساب ملخص الدخل الى حساب مصروف ديون مشكوك. طلاب انتوا رجاء ما تفكوا في الامتحان، انت بس فكر انك تفهم، الامتحان بصير تحصيل حاصل. يعني انت بس فكر انك تفهم واترك الباقي. هلا مثل ما انا شايفين صار بده يظهر عندي بقائمة الدخل الديون المعدومة اللي هي 500,000، كل شيء أنا استقفلته ملخص دخل حيظهر في قائمة الدخل. الديون المعدومة حتظهر في قائمة الدخل ضمن مجموعة المصاريف الإدارية والعمومية 500,000، ومصروف الديون المشكوك فيها المبلغ 190,000 حيظهر كمان في قائمة الدخل بالمصاريف الإدارية والمالية.
اما بالميزانيه هيظهر معي بالاصول المتداوله مدينين 950,000، مطروح منه مخصص ديون مشكوك فيها 190,000، هيكون المبلغ 9,310,000. ال9,310,000 شو بنسميها شاطرين؟ 9,310,000 شو بنسميها؟ برافو عليك يا طارق، شو بنسميها؟ الديون الجيدة. شو بنسميها؟ الديون الجيدة. إذا شو تعريف الديون الجيدة؟ نعم، برافو يا طارق، ما عندنا شك في تحصيلها. ليش؟ الشاكين بتحصيله شلناه ال 190,000، حيدناه على جنب. اللي مشكوك فيه هو 190، الباقي هو ما مشكوك فيه، صار جيد. صار جيد. طيب، هلا عندي سؤال، من منكم مشكوك في رسومه بالمقرر؟ انتوا بالامتحان من منكم مشكوك في رسومه؟ ما حدا، برافو عليكم. انتوا كلكم طلاب جيدين، طلاب طلاب جيدين، الكل بده ينجح معناتها. اذا ما في اي شك بالرسوب معناتها كلكم طلاب جيدين والكل ان شاء الله حينجح. انا بعطيكم هيك مشان بضحككم. تمام؟ يلا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الكل بيجيب علامات مميزه. شو بيمنع؟ يعني انا ما بعرف شو بيمنع اذا الطالب عم يفهم المقرر وعم يتابع معنا. يعني انا ما بعرف شو اللي، يعني بالعكس بيجيب علامه مميزه، طبعا بيجيب علامه مميزه اذا بيحضر وبيبذل جهده، وهي شيء طبيعي اصلا. يعني انا بشوف انه الطالب اللي بيحضر شيء طبيعي انه ينجح، والمرض الطبيعي انه يرسب. وانا بصراحه ما، يعني انا ما بحب حاله الرسوب، حاله الرسوب هي حاله استثنائيه. طيب واضح لحد الان؟ في اي سؤال؟ خليك يا اسراء. شكرا شكرا. طيب هلا اذا ما في سؤال رح ننتقل. طبعا عندي انا بنهاية 2018 شكلت مخصص 190,000. ليش شكلته؟ حتى واجه الديون المعدومة في حال وقعت بعام 2019 العام القادم. هلا ما قلت لك بالعودة للمثال السابق، وبفرض انه خلال عام 2019 تمت العمليات التالية، يعني ب 2019 اللي انا الشيء اللي خايف منه حصل ولكن باقل من المتوقع. شو اللي خايف منه؟ اني ما اقدر احصل الدين. قديش؟ 190,000. ولكن انا ما صار لي نفس المبلغ، في عندي 20,000 و10,000 و50,000، يعني 80,000 ما قدرت احصلها. ال 20,000 باثنين اربع، ال 10,000 بخمسه ثمانيه، 50,000 بسبعه 11، هدول انا ما قدرت شو؟ ما قدرت حصلتها. ب 20,000 ب 10,000 ب 50,000، هدول انا شو؟ ما قدرت حصلته. الدين الوقت اللي انا بقدر حصله خلال العام، قلنا ما في داعي، انا خلال العام ما في داعي اكتب ديون معدومه، مباشره بخفضها من المخصص. لذلك بقول من حساب مخصص ديون مشكوك فيها الى حساب المدينين 20,000 اثنين اربعه. خمسه ثمانيه من حساب مخصص ديون مشكوك فيها الى حساب مدينين قديش؟ 10,000. وب 7/11 50,000 من حساب مخصص ديون مشكوك فيها الى حساب مدينة 50,000. اذا ما في داعي وسط حساب شو الديون المعدومة اذا وقع الدين خلال، مثل ما انتم شايفين، من حساب مخصص ديون مشكوك فيها الى حساب مدينين، من حساب مخصص ديون مشكوك فيها الى حساب مدينين 10,000، وفي 7/11 من حساب مخصص ديون مشكوك فيها الى حساب مدينين 50,000. هلا هذا اللي تم خلال العام. طيب المخصص اذا انا بنهايه العام الماضي مشكله ب 190 وخلال العام طرح منه 80، قديش ضل منه على نهايه العام 2019؟ بضل 110,000. هذا شو بنسميه؟ بنسميه رصيد مدور عام 2018. طيب شو قايل لي بعام نهايه 2019؟
قايل لي بفرض انه كان عندي رصيد مليونين 7 مليون. انا بنهاية العام الماضي كان عندي 9 مليون و500 الف، كان عندي 10 منهم عندهم 2.5، ولكن خلال العام 2019 في دين اتحصل ورجعت بعت بضاعة بالدين وحصلت وبعت، اخر شيء ضل عندي 7 مليون. طيب انا مو كثير بيهمني المدينين، المهم اعطيك اياها. انا شو اكثر شيء بيهمني؟ المخصص المدور، رصيد المخصص المدور من العام الماضي قديش فيه؟ 110,000. قديش فيه؟ 110,000. نقل لي نتيجة الجرد الجاري بنفس التاريخ، نتيجة الجرد الجاري بنفس التاريخ تقرر معي شو تقرر؟ اعدام دين بمبلغ 40,000. اعدام دين شو اشتغل؟ نعدمه، نكتب من حساب مصروف الديون او من حساب مصروف الديون المعدومة او من حساب الديون المعدومة الى حساب المدينين 40,000. حلو. شرح القيد اثبات الديون المعدومة. شرح القيد شو؟ اثبات الديون المعدومة. طيب قلت اياه غبار له. ومتى يقتل الدين المعدوم هذا؟ بدي يقتله بالمخصص، عندي مخصص. اينو شو اسم المخصص؟ مخصص ديون مشكوك فيها. المخصص شو طبيعته؟ دائن. بدي يقتل فيه شو خلي؟ مدين. اذا شو بيكون القيد؟ من حساب مخصص ديون مشكوك فيها الى حساب الديون المعدومة. إلى شهر القيد من حساب مخصص ديون مشكوك فيها إلى حساب الديون المعدومة، وقديش المبلغ؟ 40,000. بالحالة هذه كون قفلت الدين المعدوم. طيب المخصص قديش يضل فيه؟ قديش المخصص بضل فيه بالحالة هذه؟ برافو. المخصص بضل فيه 70,000. حلو. طيب قديش بقي رصيد المديني؟ رصيد المدينة قديش بقي؟ لا لا يا طارق، زعل منك. قديش رصيد المدينة؟ قديش بقي رصيد المدينة؟ نعم 6 مليون. برافو يا نور، نور متابع معنا، يعني هي الأكثر. يعني شو بدي أقول لك؟ يلا كويس يا نور، برافو عليك. طيب هلا يا نور، اذا معي رصيد المدينين هيك وبدي العام القادم مخصص 3% من رصيد المدينين، بدي العام القادم 3% من رصيد المدينين، قديش بيطلع؟ نور شاب شاب، حلو يا نور. قديش بيطلع يا نور؟ برافو يا حبيب، بيطلع 288. و 288 لحالها بضرب 6,960,000 ضرب 3 بيطلع 208,800، مو صح؟ 288. طيب طلع من المخصص 288، ايه وشو بيشتغل بعدين؟ طيب يلا ما في مشكلة يا حبيبي، انا ما قلت لك اياها، طلع الجواب 288، ايه وبعدين؟ شو بيشتغل؟ انا قديش بصير مخصص 288؟ نعمل له شيء؟ لا انا العام مع 88 شو كنا نقول، انا معي بدي اياه العام القادم 288، بس انا باقي معي من العام الماضي 70,000.
70,000 بس بسياق تدخل لك 100,000 بديها 5 ل 3,000. هاي 70,000 لازم تزيدها حتى تصير 288 اوكي، بيطلع كمية 130 و800 لازم زيادة. تمام الشرح. الحل، نلاحظ أن هناك دين معدوم بتاريخ الجلد يتم إثباته أولا، وفي مقارنة الديون المعدومة 40,000 مع المخصص المدون 110,000 نجد أن المخصص أكبر منها، لذلك استعمل جزء من المخصص لإقفال كامل الدين بعد إثباته، وتكون القيود كما يريد. 40,000 من حساب ديون معدومة، 40,000 إلى حساب المدينين، بعدين بقفلها بالمخصص، 40,000 من حساب مخصص ديون مشكوك فيها، 40,000 إلى حساب الديون المعدومة. شرح القيد تخفيض طبعا أول قيد شرحه تخفيض حساب المدينين أو إثبات الديون المعدومة، ثاني قيد شرحه تخفيض حساب المخصص بالديون المعدومة. يلاحظ أن هناك فائض في مخصص الديون قدره 70,000، نرجع 110 ناقص 40 70,000، نحسب المخصص المطلوب العام القادم 700,000 مسجد المدينين ناقص دين العدم. دكتور أنا معيدة هلا يا إسراء، أنا معيدة طالعي معي. أنا كان عندي مدينين 700,000، زدت من 40 بقوا 6,960,000 ضرب 3% 208,800. أنا بدي للعام القادم مخصص 208,800. طيب أنا قديش معي من المخصص من العام؟ كان المخصص معي 110,000، استعملت منه 40 بقى منه 70، أنا قديش بدي إياها؟ بدي إياها 208,800. معناتها 70,000 قديش لازم احط لها حتى تصير 208,800؟ لازم احط لها 138,800، لازم زيدها. واضح الكل؟ مين كان يقول لي هلا ماني واضح؟ مين كان يقول لي ماني واضح؟ بدك تبحث بس نشوف مين كان. اسراء، مو اسراء كانت تقول لي ماني واضح؟ ممكن تعيدها. مو انت يا اسراء؟ ما اتذكر ممكن تاتي. مش الحال. اكيد يا اسراء ما بدها خجلها. صدقا ما بدها، بعد لك 1000 مرة. إسراء سامعتيني؟ أكيد واضحة؟ طيب تمام، يعني أنا ما بنزعج من الطالب وقت اللي يقول لي، بالعكس بنبسط من الطالب اللي يقول لي عدلي. إحنا هون، إحنا هون شغلتنا حتى نفهمكم، وبالعلم ما في خجل، ما في خجل. اللي ماله فهمان يقول لي ماني فهمان، فهم بعدله. طيب بيكون القيد من 138,800 من حساب مصروف ديون مشكوك فيها، 132,800 إلى حساب مخصص ديون مشكوك فيها، بعدين من حساب ملخص دخل 132,800 بقفلها إلى حساب مصروف ديون مشكوك فيها 132,800. هلا إذا بدي آخذ حساب مخصص ديون مشكوك فيها، كيف بدي؟ هذا الشكل الإلكتروني للحساب، تاريخ البيان مدين دائن الرصيد، لاحظ بتاريخ 31/12 كان رصيد المخصص 110,000، جعلته مدين وقت ما قفلت فيه الديون المعدومة 40,000، نقصته معناتها جعلته عكس طبيعته صار 70,000 مثل ما هون. بعدين رجعت زدته جعلته دائن معناتها زدته 132,800، زدته معناتها صار مكان رصيده الدائن 208,800 بديش تتدخل المصروف الديون المشكوك فيها، ما دام قفلت ملخص دخل حيظهر ضمن قاعدة الدخل ضمن المصاريف الإدارية والمالية، واللي هي كما قلنا جزء من المصاريف التشغيلية. وشو على الميزانية؟ أنا مثل ما أنا شايفين بأصول ضمن الأصول عندي أصول متداولة حط فيها المدينين 6,960,000، مطرح منها مخصص الديون المشكوك فيها المبلغ 208,800، لانه هو دائم وانا انقلته على الطرف المدين، بالتالي انا حغير اشارته وبيطلع عندي المبلغ 208,800، عفوا هو بطرحه ب 208,800، وبالتالي المبلغ بيطلع 6,751,200، هي عباره عن الديون الجيد.
هي عبارة عن شو؟ عن الديون الليل. واضح الكلام؟ صح. هلا خلصنا من الديون المعدومة، صار في عندي شيء بيرتبط بالمدينين. شو هالديون المعدومة بيرتبط بالمدينين؟ ممكن يكون خسارة. شو في شيء بيرتبط بالمدينين؟ أنا وقت البيع بالدين أنا ممكن يرتبط بالبيع بالدين وهذا بشكل لي خسارة. غير الديون المعدومة هو الحسم الممنوح. هو شو؟ شو معنى الحسم الممنوح؟ يعني انا او بنسميه حسم تعجيل الدفع، يعني انا هذا حسم انا كبائع بمنحه للزبون اذا سدد بالوقت المبكر، وبالتالي انا هذا بخفض لي ايراداتي، ما بيخليني احصل المبلغ كله اللي انا بعت فيه، وبالتالي بنقص لي ارباحي، وبالتالي فهو مصروف. لذلك انا يجب اني انا اشكل له مخصص، مثل ما شكل الديون المعدومه مخصص، سميه مخصص ديون الديون المشكوك فيها. شكل انا الحسم الممنوح مخصص اسمه شو؟ مخصص الحسم الممنوح اسمه حسم هو اللي هي اوراق ماليه، عفوا اوراق تجاريه. هذه الاوراق القبض حناخذها الاربع القادم، بالحالي والسبت القادم حناخذ الاصول غير المتداوله، تدرسوا بالاهتلاك وكيف هذا بسجله. لذلك نحن السبت والاربع القادم ما حيبقى عندنا ولا شيء بقى ما ناخذه، حتقدر فقط تحل الوظيفه كلها. هلا الحسم الممنوح انتبه عندي، عادة ما يتم منح العملاء، إذا عادة ما يتم منح العملاء أو الزبائن الذين تتعامل معهم المنشأة حسما في حال قاموا بتسديد ما يترتب عليهم من ديون أو جزء منها قبل تاريخ الاستحقاق. الكلام هذا ما جديد، الكلام هذا بنعرفه. إن حصول العملاء، إذا إن حصول العملاء على هذا الحسم يخفض قيمة الإيرادات حكما. وقت أنا عندي عميل بعطيه حسم ممنوح، وقت بعطي أنا حسم ممنوح لعميل، إذا افترض أنا مدين واحد 100 ألف وأعطيته حسم 10%، قديش بيسدد لي؟ 90 ألف. 90 ألف، نعم. لذلك انا يعني انا بدل ما حصل منه 100 ألف حصلت 90، اذا انا خفض لي ايراداتي، وما دام خفض لي ايراداتي معناتها خفض لي شو؟ ارباحي. اذا هو مصروف، لذلك انا لازم احتط له مثل ما احتطت على الديون المعدومه، احتط له شكل له مخصص. ان حصول العملاء على هذا الحسم يخفض قيمه ايراداته وبالتالي ارباح المنشاه، تطبيقا لمبدا مقابله الايرادات بالمصروفات يتوجب تشكيل مخصص يسمى مخصص الحسم الممنوح، يقتطع من ارباح العام الحالي لمواجهه الخساره، لن يقتطع من ارباح العام الحالي لمواجهه الخساره التي قد تقع في العام القادم. اذا يقتطع من ارباح العام الحالي لمواجهه الخساره التي قد تقع في العام القادم، وذلك في حال قيام الزبائن بتسديد ديونهم والاستفادة من حسم تعجيل الدفع ضمن قوسين الحسم الممدوح. يتم لحد الآن آخذينه. الشيء المهم هلا نشوفه والجديد علينا، يتم تشكيل مخصص. أنا قلت بدي شكله مخصص، ولكن منين بدي شكل المخصص؟ انتبه، يتم تشكيل مخصص الحسم الممنوح في نهاية الفترة المالية كنسبة من رصيد الديون الجيدة. ها انتبهت؟ هذا كثير مهم. انا من بدي شكل الحسم مخصص الحسم الممنوح، شكله نسبه من الديون الجيده. قبل شوي شفنا انه مخصص ديون مشكوك فيها شكلناه كنسبه من رصيد المدينين، اما هون شكلته كنسبه من رصيد الديون الجيده. لتشكيل المخصص يتم تحمل مصروف اسمه مصروف حسم ممنوح، ويعتبر من المصاريف التشغيليه. اما مخصص الحسم الممنوح فيظهر في الميزانيه مطروحا من رصيد الديون الجيده. شفنا سابقا المدينين ناقص مخصص ديون مشكوك فيها بيطلع الديون الجيده، بعدين بالديون الجيده بطرح مخصص الحسم الممنوح بلحق على الديون الممتازه، بلحق على شو؟ على الديون شو؟ الممتازه. هون قيود تشكيل المخصص من حساب مصروف الحسم الممنوح الى حساب مخصص الحسم الممنوح
شهر قيد تشكيل مخصص حسن ممنوع. بعدين من حساب ملخص الدخل إلى حساب مصروف الحسن ممنوع، شهر قيد إقفال مصروف الحسن ممنوع، شهر قيد إقفال مصروف شو الحسن الممنوع. تمام؟ مصروف الحسن ممنوع مثل ما قلنا بيظهر في قناة الدخل المصاريف الإدارية والمالية اللي هي زي المصاريف التشغيلية، والمخصص بيظهر في الميزانية. هلا كل واحد منكم معه ورقة وقلم؟ حاملين كل واحد ورقة وقلم؟ معكم ورقة وقلم فين نقلكم التمارين؟ طيب اكتب عندك، اكتب يلا. بتاريخ اكتب عندك الأرصدة التالية مستخرجة من ميزان المراجعة، الأرصدة التالية مستخرجة من ميزان المراجعة لإحدى المنشآت التجارية. إذا الأرصدة التالية مستخرجة من ميزان المراجعة لإحدى المنشآت التجارية بتاريخ 31/12/2018. نقطتين من أول سطر. 310,000 مدينون، 310,000 مدينون فاصلة، 8,000 مخصص ديون مشكوك فيها فاصلة، 1,000 ليرة مخصص حسن ممنوع. نقطة من أول السطر. وعند الجرد الجاري بنفس التاريخ، ظهرت المعلومات التالية: 1-1 أعدم دين بمبلغ 10,000 ليرة نتيجة إفلاس أحد المدينين. 2. ويراد تشكيل مخصص حسن ممنوع للعام القادم بمعدل 5% من رصيد المدينين، ومخصص حسن ممنوع بمعدل 2% من رصيد الديون الجيدة. نقطة. المطلوب التسجيل المحاسبي لقيود التسجيل المحاسبي لقيود التسويات الجردية، وبيان كيفي وبيان أثرها في قائمة الدخل، مع إظهار كيفية العرض في الميزانية. نقطة. حل. أول شيء بثبت الدين المعدوم 10,000 ليرة من حساب الديون المعدومة، 10,000 ليرة إلى حساب المديني. أوكي. نعم، مخصص ديون مشكوك فيها 5%، نعم، ومخصص حسب ممنوع 2%. إذا 10,000 من حساب ديون أو من حساب مصروف الديون المعدومة، 10,000 إلى حساب المدينة. بعدين الديون المعدومة بدي يقفلها، وما بدي يقفلها، عندي مخصص 8,000 ما بيكفي، بستعمل المخصص و2000 ليرة من مين بستعملها؟ من الملخص الدخل. شو بيكون القيد؟ من مذكورين 8,000 ليرة مخصص ديون مشكوك فيها، 2,000 ليرة ملخص حساب ملخص الدخل إلى حساب
مصروف ديون مع دوري 10,000 سنة إلى حساب مصروف ديون مع دوري قديش؟ 10,000 ريال. هيك بنكون قفلنا الدين المعدوم. قديش صار رصيد المدينين بعد ما عدمت 10,000 ريال؟ صار 300,000. أنا قديش نسبة الديون المشكوك فيها؟ 5%. 300,000 ضرب 5% 15,000. 15,000 ما بقى عندي مخصص من العام الماضي مدور، من 3 قفلتها. إذا بدي شكله بال 15,000، شو بيكون؟ 15,000 من حساب مصروف الديون المشكوك فيها. 15,000 إلى حساب مخصص ديون مشكوك فيها. بعدين 15,000 من حساب ملخص الدخل، 15,000 إلى حساب مصروف الديون المشكوك فيه. شو قلت لي يا نور؟ نعيد آخر قيد. إذا 15,000 من حساب مصروف ديون مشكوك فيها، 15,000 إلى حساب مخصص ديون مشكوك فيها، بعدين 15,000 من حساب ملخص الدخل، 15,000 إلى حساب مصروف ديون مشكوك فيها. هلا صار عندي الديون الجيدة، قديش صارت الديون الجيدة؟ صارت 285,000. ليش؟ لأن المدينون 300,000 ناقص الديون المشكوك فيها هي 15,000، صار 285,000. بدي شكل منها مخصص حسب ممنوح 2%. 285,000 ضرب 2% بيطلع 5,700 ليرة. طيب هذا المخصص. طلع أنا قبل ما شكله، طلع هل معي منه شيء من العام الماضي؟ نعم. رصيد مدور؟ نعم. قديش معي رصيد مدور؟ معي 1000. لذلك أنا ال 1000 تزيدها أو برمضان، تزيدها قديش؟ 4,700 حتى تصير 5,700. شو بكون القيد؟ بيكون 4,700 من حساب مصروف حسب ممنوح، مثل ما اللي كتب هون القيود ده كله قدامك على الشاشه، من حساب مصروف حسب ممنوح 4,700 الى حساب مخصص حسب ممنوح، بعدين 4,700 من حساب ملخص دخل، 4,700 الى حساب مصروف الحسم الممنوح. اذا 4,000 من حساب ملخص الدخل، 4,000 الى حساب مصروف الحسم الممنوح. هي بنكون خلصنا من القيود. هلا اثر على قائمة الدخل تقول انه ضمن المصاريف بقائمة الدخل، ضمن المصاريف التشغيلية عندي مصاريف ادارية ومالية. اذا انا ضمن المصاريف الادارية والمالية اللي هي المصاريف التشغيلية بيصير عندي كم مصروف؟ 3. بيصير عندي الديون المعدومة ب 2000 ليرة، بيصير عندي مصروف الحسم الممنوح ب 15,000، بيظهر عندي مصروف عفوا تبع برجع عيدها قائمة الدخل، بيظهر عندي ضمن المصاريف الإدارية والمالية بيظهر مصروف الديون المعدومة 2000، بيظهر مصروف الديون المشكوك فيها 15,000، بيظهر مصروف حسب ممنوح 4,700. بالميزانية تبع عندي أنا بالميزانية مثل ما أنا مبين قدامك، المدينون بأصول متداولة تحط المدينون 300,000 ناقص مخصص ديون مشكوك فيها 15,000 بيطلع 285,000، ناقص مخصص ديون مشكوك فيها 5,700 بيطلع عندي ديون، بيطلع عندي 279,300. هي عباره عن ديون شو؟ ممتازه. بالشكل هذا بنكون حلينا المساله وبعتقد سهله. بس هذه المساله هي تطبيق للي اخذناه، سهله ولا مش سهله؟ في أي سؤال يا طلاب؟ إذا ما في سؤال بقول لكم لا تصبحوا على خير، وأنت موعدنا ما تنسوها، رجاء ما تنسوا، رجاء ما حدا ينسى. موعدنا السبت الساعة 8. رجاء المحاضرة كتير كتير مهمة. سبت الساعة 8. هلا بقول لكم صباحو على خير، باي باي.
باي 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 باي.